جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. السلام عليكم. اهلا بك. لو تحدثنا عن التظاهرة هذه سي الاسكوب. التظاهرة هذه ساعة بسم الله الرحمن الرحيم. التظاهرة هذه هي تواصل للتظاهرة السابقة، هي امتداد للدورة، هذه الدورة الثالثة لتظاهرة بعنوان حتى لا ننسى من تونس إلى فلسطين. اعتبرنا الدورة الأولى حطينا ما صار من حراك، معرض الحراك اللي صار في تونس وما تأثيره على القضية الفلسطينية، معرض وثائقي طبعا عبرنا فيه كل ما ارتباط بين ما صار في تونس وما هو مربوط بالقضية الفلسطينية وفي عدة أوطان عربية. التظاهرة هذه هي تظاهرة ثقافية شبابية تعتمد على معرض صور يعرف بالقضية الفلسطينية بكل أجزائها، بمدنها، بعاداتها وتقاليدها، بعاداتها وتقاليدها حتى في الطبخ. المدن الفلسطينية، القدس وما أدرك من القدس، الاعتداءات على بيت المقدس من طرف الصهاينة وما يسير الآن. في الدورة الثالثة هذه ركزنا أيضا على شهداء تونس من أجل فلسطين، الشهداء الأبرار الذين قدموا بأنفسهم لتحرير القضية، لأنه يؤمنون بأن بدون تحرير القضية الفلسطينية لا وجود لتحرير كل الأقطار العربية. قائد من عنده تواصل مع التظاهر اللي شفناها عم نقول من يكرم شهيد يتبع خطاه؟ عنده تواصل من يكرم شهيد يتبع خطاه، لأنه هم من الشهداء أيضا تعرضوا في المعرض هذا، وشهداء من تونس هم أيضا كذا. أيضا الجانب اليوم التظاهر هذه تظاهرة ثالثة، أيضا ركزنا على جيشنا الباسل، الجيش التونسي، وما قامت عليه من اعتداءات من الأيادي الغاشمة، الأيادي الإرهابيين، لأنه احنا متأكدين لأن كل شيء مربوط ببعضه، استهداف تونس واستهداف فلسطين، استهداف فلسطين واستهداف تونس واستهداف كل الأقطار العربية. تمتاز أيضا الدورة هذه فيها ما غدوة يوم الأحد إن شاء الله في معرض لرقصة الدبكة، هذه فرقة تشطح الدبكة الفلسطينية، ترقص الدبكة الفلسطينية، سامحني، ترقص الدبكة الفلسطينية من جابس. أيضا تمتاز باستضافنا منهل الفلسطيني، هذا من قدماء فرقة العاشقين الفلسطينية، إن شاء الله غدوة زادة باش يكون في استضافتنا. وين؟ في بتحا سيدي عبد القادر أمام دار الثقافة. الدورة هذه زادة أيضا تمتاز بورشات الأطفال، الورشات هذه مع مختصين في الطباعة الفسيفساء، عمل الفسيفساء، يعني فيها حرك. شكون الطرف المنظمة للتظاهرة هذه؟ الطرف المنظمة هي دار ثقافة فريد غازي، فوج الكشافة بحومة السوق جربة، جمعية نادي السينما لوطوس، وجمعية دعم المقاومة ومناطق التطبيع والصهيونية. هذوما الأطراف اللي معانا. أيضا عندنا ضيوف أخرى كما دار الشباب، كما نادي الشطرنج،
كما افواج اخرى ايضا زاد باش تضيفنا افواج جربه ايضا تحت اشراف جهه مدنيين اعضاء الجهه ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في التظاهره هذه وان شاء الله التظاهره تنال اعجاب الجميع وهذا ما اقل ما نقدمه الى قضيتنا قضيه الام قضيه مركزيه هي القضيه الفلسطينيه هذا هو ايضا هو شعار امتد نهار 14 جون في الشعب يريد تحرير فلسطين خرج الشعار هذا في الشوارع ايضا احنا وصلنا على هذا الشعار ونعمل على درب تحرير فلسطين ان شاء الله شكرا خير